قرن الحكيم ومنطق الحكيم وتفكير الحكيم والله قوات حبيبي انا لمين مشتاقه حبيبي انت لحظه حبيبي ولمين مشتاقه اكيد محروره مش اغاش لا مش محروره بس هيدي ضمن سياسه الانفتاح اللي نحن عم نتبعها بالتيار خيشو حلو يعني صرتي تقول وتتقبلي غيرك وما بقى تتلقمني يا عزاغه مش انا من امتين بتلقمن بس هيك عندي سؤال انه انتو عن جد مقتنعين انه الدكتور جعجع في يوصل لرئاسة الجمهورية؟ اكيد حبيبتي ولو عندك شك بقدراتنا مش اوئيتو لا ما عندي شك ابدا بس انه اللي مش قادر يربح رئاسة نادي الحكمة من عقلكن انه يكون قادر يربح رئاسة الجمهورية؟ انه بس سؤال يعني مش بايدك ما بيدمك اللقمة